نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. في المنطقة تطورات ومواقف سياسية وقائع واندفاعات ميدانية، وفي لبنان إرهاصات استعدادات انتخابية، وفي الأحوال الجوية عاصفة شتوية بكل معاييرها وثلوجها، ما حدا بوزير التربية مروان حمادي إلى إعطاء توجيهاته بإقفال المدارس والمؤسسات التربوية في المناطق من علو 500 متر وما فوق. على مستوى القضية الفلسطينية، الفلسطينيون مصرون على شرطهم لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي أن يعود الرئيس ترامب عن قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما ترامب يهدد بالاستمرار في وقف المساعدات عن الفلسطينيين طالما أنهم لن يستقبلوا نائبه، وقد اتهمهم بتقليل الاحترام لواشنطن. في ليبيا برز موقف للنظام القائم وتمثل بتوجيه اتهام إلى الممثل الأممي غسان سلامي بأنه ينحاز إلى المعارضة الليبية. في الملف السوري تطور الجدل الأمريكي التركي إلى حد تحذير واشنطن لأنقرة من مغبة مد العملية العسكرية من عفرين إلى منبج، فيما إردوغان نبه إلى احتمال حصول مواجهة تركية أمريكية في حال استمرت واشنطن بدعم الكرد. أما على مستوى لبنان فقد سجل نجاح لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في زيارته الكويتية يتعلق بالتحضير للقمة العربية في الرياض نهاية آذار، والتحضيرات للقمة العربية في بيروت في 2019، إضافة إلى إصدار أمير الكويت تعليماته وتوجيهاته إلى الصناديق والمؤسسات الإنمائية الكويتية باستئناف نشاطاتها في لبنان لدعم المشاريع التنموية فيه. كذلك نجح رئيس الحكومة سعد الحريري في تأمين الحشد الدولي لدعم لبنان في مؤتمر باريس الاقتصادي وفي مؤتمر روما للدعم العسكري. في الغضون حديث في الاستعدادات للانتخابات النيابية التي يؤكد حصولها في موعدها الرؤساء وفي مقدمتهم رئيس البرلمان نبي بري، بقي متصدرا خصوصا فيما يتعلق بالتحالفات التي تخضع لعمليات حسابية فائقة الدقة في ظل تعقيدات القانون. إذن لهيب معركة عفرين شمال سوريا يتصاعب بقوة، الولايات المتحدة تخشى وصول الأتراك إلى منبج، فيما إردوغان يحذرها من مغبة المضي في دعم الأكراد، ويطلب من ترامب سحب قواته من منبج خشية أي احتكاك مع القوات الأمريكية هناك، وألمانيا دعت دول الناتو إلى اجتماع. في اليوم السادس على العملية العسكرية التركية ضد قوات حماية الشعب الكردية في عفرين، مواجهات عنيفة انطلقت صباح الخميس بين القوات التركية والمسلحين الأكراد قرب المدينة، حيث واصلت القوات التركية قصفها المدفعي على مواقع المسلحين الأكراد عند الحدود مع سوريا، في وقت سجل توغل بري محدود للقوات التركية وقوات الجيش السوري الحر داخل المنطقة على عدة محاور، فيما تحدث مسؤولون أكراد عن استعادة عدد من المناطق والبلدات وسط استمرار الاشتباكات. مساء الأربعاء سقطت قذيفتان صاروخيتان من الجانب السوري على مسجد في مدينة كيليس التركية الحدودية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. رئيس الوزراء التركي بن علي الليريم أعلن أن القوات التركية قتلت أكثر من 300 مسلح كردي منذ انطلاق عملية عفرين، ووصف يلديريم العملية العسكرية بالمشروعة التي ستمنع تسرب الإرهابيين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أنه على العالم أن يقبلها. أما نائب رئيس الوزراء التركي فقد توعد واشنطن بأنه في حال كانت ترغب بتجنب أي مواجهة محتملة في سوريا فعليها وقف دعم الإرهابيين. في التطورات المصرية، السيسي يحلق وحيدا في سماء بورصة الترشيحات الرئاسية. يبدو أن الطريق إلى ولاية رئاسية ثانية قد سويت تماما أمام الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أودعت حملته الأوراق اللازمة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ليصبح المرشح الوحيد حاليا للانتخابات المقرر إجراء دورتها الأولى على مدى 3 أيام،
من 26 إلى 28 من آذار المقبل. وإذ لم تتلقى هيئة الانتخابات المصرية أي طلبات ترشح سوى طلب السيسي، يرتفع منسوب الاحتمال أن يخوض الرئيس الحالي الانتخابات منفردا، حيث إنه من الصعب جمع التوكيلات المطلوبة لمرشح جديد خلال المهلة المحددة للتقدم للانتخابات التي تنتهي الاثنين المقبل. وبذلك فإن الحدث السياسي الرئاسي المصري الكبير لن يحظى بالزخم المتوقع، إذ بات من كان يعتقد أنهما منافسان للسيسي في الانتخابات خارج السباق رسميا، خصوصا رئيس الأركان الأسبق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق. ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية أن عنان أحيل على التحقيق أمام القضاء العسكري لاتهامه بمخالفة القواعد العسكرية والتحريض ضد الجيش والتزوير في أوراق رسمية وسط حظر نشر أي معلومات تتعلق بالقضية. كذلك أعلن المحامي اليساري المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي عدوله عن الترشح، وأرجع سبب الانسحاب إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات. وكان رئيس الحزب الإصلاحي والتنمية النائب السابق محمد أنور السادات أعلن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك. وقبله صدر قرار عن محكمة عسكرية مصرية في 19 من كانون الأول الماضي قضى بحبس ضابط في الجيش المصري لست سنوات لإعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري يجيز إجراء الاقتراع حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يتبقى سواه بسبب تنازل بقية المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه في حال حصل على 5% من إجمالي أصوات الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وفي حال عدم تحقيقه النسبة المطلوبة تجرى انتخابات أخرى خلال 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة. علامة فارقة في الموضوع هو أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لوح بالترشح مع إقراره بالصعوبة. أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها من تقارير عن عمليات إعدام وحشية من دون محاكمة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وذلك بعد انتشار صور تعرض إعدام عدد من السجناء في موقع تفجير سيارتين. الحكم الليبي اتهم المبعوث الدولي غسان سلامي بالانحياز للمعارضة. من وحشية الميدان في ليبيا إلى بعض التوحش البيئي في لبنان ومخاطر إحراق النفايات، رأي للخبير البيئي دومت كامل في تقرير بيير البيع. إن هذه الصور تدخل في إطار التقرير الذي أصدرته منظمة Human Rights Watch والتي دعت فيه للقضاء على الممارسة الخطيرة المتمثلة بحرق النفايات في الهواء الطلق، وتحض المعنيين على اعتماد قانون واستراتيجية بشأن إدارة النفايات. وأصدرت تقريرا آخر تحت عنوان كأنك تتنشق موتك، المخاطر الصحية لحرق النفايات في لبنان، وخلصت فيه إلى أن التقاعس عن الحد من حرق النفايات سيعرض السكان المجاورين لمواقع الحرق إلى مخاطر صحية وينتهك حقهم في الصحة بموجب القانون الدولي، فأي خطر يسببه حريق النفايات على الصحة. لحد اليوم معنا استراتيجية للنفايات للمئة سنة القادمة، استراتيجية نفايات كاملة معنا، في عنا نوع من تجميع نفايات وعنا مكبين رئيسيين هن الكوستا برافا وبرج حمود، عم يكب فيهم معالجة علمية للنفايات لحد هلأ ما فيه، الفرز بعد مش موجود، وإذا وجد بمناطق بلشت العالم تفرز بس ولكن رجع نكبه بفرد كميون وبفرد مطرح. وعن ارتباط نسبة ارتفاع الإصابة بالسرطان بما يقارب 29% من العام 2016 قال كامل: المكبات العشوائية والحرق العشوائي شيء خطير جدا على صحة وحياة الإنسان، خلال الاحتراق واللي فيها كميات عالية من البلاستيكيات ومشتقاتها عم بيطلع عنا مادة ديوكسين تتطير بالجو وعم بتلوث الجو ككل وعم تتنشأ الإنسان وعم تصير على جسم الإنسان وعم بتصيب الخضار وعم تصير الفواكه وعم بتصيب كل شيء. هذا شيء خطير جدا، الحرق ممنوع منعا باتا. أما الكارثة الأكبر تبقى في الثروة المائية البحرية في لبنان نتيجة المطامر العشوائية، الأمر الذي سيعرض لبنان إلى مساءلة دولية من قبل دول حوض المتوسط. المنطقة المتوسط ككل بعد الدولة الوحيدة اللي عم بتلوث مياه المتوسط الشرقي هي لبنان.
وعم بكب كميات كبيرة انكبت بهالمنطقتين بطرق غير علمية. ولا شك القيادات الدولية البيئية والسياسية لن ترضى ولم ترضى بهالموضوع هيدا. بعيدا من السياسة والتجاذبات، يبدو أن بيئة لبنان مرشحة للبروز أكثر إلى الواجهة بسبب عوامل عدة، أولها الصحة التي لا يختلف عليها اثنان. فرانك شتاينماير الوزير الخارجية الألمانية الذي انتخب رئيسا لألمانيا يزور لبنان الاثنين المقبل. زيارته كانت مدار اهتمام رئيس الجمهورية اليوم لدى استقباله في قصر بعبدة سفير ألمانيا. يبدأ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الاثنين المقبل زيارة رسمية للبنان تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، تستمر 3 أيام ترافقه فيها زوجته وعدد من المسؤولين الألمان. وسيجري الرئيس الألماني محادثات مع الرئيس عون تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والتعاون في مختلف المجالات، كما يتناول البحث على الأوضاع الإقليمية والدولية. ويلتقي الرئيس الألماني خلال وجوده في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كما يتفقد الكتيبة الألمانية العاملة في القوى البحرية لليونيفيل. ويلتقي الرئيس الألماني رؤساء وممثلي طوائف المسيحية والإسلامية في دار الفتوى على أن يزور مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدد، حيث يلقي محاضرة يليها حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية. وسيكون للسيدة الألمانية الأولى برنامج خاص يتضمن لقاء مع اللبنانية الأولى سيدة نادية الشامعون، ويليه لقاء حواري مع مجموعة من القاضيات اللبنانيات حول تجربتهن في العمل القضائي، لا سيما لجهة تحقيق العدالة والمساواة وحقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري. وزيارة الرئيس شتاينماير كانت محور بحث بين رئيس الجمهورية والسفير الألماني في بيروت مارتن هوث، الذي أوضح أنه عرض مع الرئيس عون التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الألماني والأهمية التي تعلقها بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين. الرئيس عون أجرى مع النائب فادي الأعور جولة أفق تناولت المواضيع السياسية الراهنة، كما تطرق البحث إلى حاجات قرى قضاء بعبدة. وفي القصر الجمهوري مطران بيروت للسريان الأرثوذكس المطران دانيال كوريي مع وفد، وتم التداول في شؤون تهم طائفة السريان الأرثوذكس. وفي عين التيني الرئيس بري عرض للتطورات الراهنة مع المناسق الخاص للأمم المتحدة، كما عرض للوضع الأمني مع اللواء إبراهيم، والتقى السفير التركي في زيارة وداعية. الأوضاع والتطورات الراهنة عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة برنيلا كاردل ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية ميروسلاف يانكا. الرئيس بري عرض أيضا للوضع الأمني مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وفي عين التيني قدمت الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية برئاسة رئيس مجلس الشورى هنري خوري ورئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان، قدمت تقريرين عن عملها من عام 2011 إلى العام 2016. الرئيس بري التقى السفير التركي في لبنان شتاي أرجياز في زيارة وداعية. اختتم رئيس الحكومة سعد الحريري لقاءاته التي عقدها في دافوس على هامش منتدى الاقتصاد العالمي 48 باجتماع مع نظيره العراقي حيدر العبادي. تم في خلال اللقاء عرض التطورات الإقليمية والعلاقات بين لبنان والعراق. كذلك التقى الرئيس سعد الحريري رئيس ملتقى الاقتصاد العالمي وورد براندي. بعد ذلك التقى المدير التنفيذي لشركة أني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي. العميد المتقاعد نزار عبد القادر يحذر من محاولات إسرائيلية لزعزعة الاستقرار في لبنان، وينوه بأداء شعبة المعلومات والأجهزة الأمنية.
لم يغب لبنان يوما عن أنظار الاستخبارات الإسرائيلية التي تشهد لاستقطاب عملاء بأسلوب ذكي وتدريجي بشكل عنكبوتي، فالعملاء لا يعرفون بعضهم. العميد المتقاعد نزار عبد القادر أوضح أن لبنان مركز استخبارات فائق الأهمية للعدو لأن ساحته مفتوحة، وأي كان يستطيع الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها. شعبة المعلومات بالواقع كانت سباقة في هذا الموضوع، يعني يبدو لي بأن بدأت تمتلك بالواقع معرفة عميقة بأساليب تطويع العملاء وطريقة الاتصال بهم من قبل مشغليهم الإسرائيليين. لا دون شك يعني عمل استخباري ناجح سريع يدل على وعي أمني و مثل بيقولوا داتا كافية بالواقع لتتبع جريمة مثل هذه خلال ساعات أو أيام قليلة. يعني هذا يدل على أنه استخباراتنا والحمد لله أصبحت قادرة بالواقع على القول نحن بالمرصد للموساد الإسرائيلي قادرون على بالواقع كشف عملائهم سواء قبل الجريمة أو بعدها، ولكننا نحن جاهدون ودائما لهم بالمرصاد. العميد عبد القادر أوضح أنه في الأيام التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية قد تشهد محاولات زعزعة على الاستقرار، فالعدو الإسرائيلي قد يحاول إرباك الساحة اللبنانية. هناك رصد لشخصيات سياسية معينة، بعضهم نواب في المجلس وبعضهم شخصيات سياسية معروفة في هذه الفترة، يعني لا أريد أن أسمي، أنا لدي على الأقل ثلاثة أسماء، ولكن ممكن نعم أن تقوم إسرائيل يعني بمحاولة استهداف شخصية سياسية ليس من الضرورة أن تكون من حزب الله أو قريبة من حزب الله أو من المقاومة، ولكن قد تكون من طوائف أخرى غير الشيعة ومسيحية أو إسلامية من أجل إرباك الساحة اللبنانية لتحقيق أهداف معينة. دون شك يعني على الأمن والشخصية السياسية بحد ذاتهم، يعني ما حدا مسؤول عن أمني أكثر من نفسي، يعني كلنا أن يقوموا بما يلزم الواقع لتجنب يعني أعطاء إسرائيل الفرصة للنجاح به في أي تخطيط قد تقوم به من هذا القبيل. رغم كل المخاطر أوضح عبد القادر أن أحد عناصر نجاح الأمن اللبناني هو التسابق للكشف على العملاء من خلال التعاون القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية. في دراما مسلسل الموت المجاني بين مزدوجين على الطرق اللبنانية، حادث سير مروع ليلا في منطقة المتن الأعلى على طريق راس المتن أسفر عن مقتل ثلاثة من الشبان في ربيع العمر. في ربيع العمر أو في خريفه، في عز الصيف أو في لياليه الشتوية العاصفة، لا فرق في الحسرة، لا فرق في الغصة، لا فرق في المرارة على رحيل فلذات أكباد الأهل أو الأصدقاء أو المجتمع ككل. ومهما كانت المسببات فالموت واحد، إلا أنه أكثر فجاعة عندما يكون، إذا صح التعبير بالعامية، موتا مجانيا. وفي دراما مسلسل الموت على الطرق اللبنانية، حادث سير مروع ليل الأربعاء الخميس في منطقة المتن الأعلى على طريق رأس المتن أسفر عن مقتل ثلاثة شبان جراء اصطدام سيارتهم بعمود كهرباء، اثنان منهم من بلدة رأس المتن وهما ماهر صالحة والبطل الدولي في لعبة الكيك بوكسينج سيزار غزال، والثالث من بلدة قبيع ويدعى أدوناي الأعور وهو ابن رئيس البلدية أكرم الأعور، فيما أصيب الشاب الرابع ويدعى رامي صالحة وهو بحال خطرة، ونقل الجميع إلى مستشفى الجبل في قرنايل، فيما نقل الجريح صالحة إلى مستشفى عين زين في الشوف لتلقي العلاج.
سياسيا، ركز وزير المهاجرين طلال أرسلان في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي على أن وضع الأقليات العددية مسيحية وإسلامية وخاصة الدرزية بات مهددا بشكل جدي في المشاركة السياسية في البلد على مستوى القرار، وهذا أمر خطير للغاية وفي بالغ الأهمية. والتغاضي عنه هو بمثابة الموافقة الضمنية لهذا التغييب، إذ لا نريد أن نقول شيئا آخر. وأكد أرسلان أن السكوت والقبول والخنوع لهذا الأمر أخرجنا من المعادلة السياسية في القرار الرسمي للدولة منذ اتفاق الطائف لحد الآن، مشددا على أنه يجب أن نعي هذه الحقيقة ونعمل لتطويقها بأسرع وقت، إلا المستقبل لا يبشر بالخير على الإطلاق. سلسلة لقاءات في وزارة الخارجية والمدير العام للأونروا يعرض مع باسيل لمسألة تقليص الخدمات الخاصة باللاجئين. شهدت وزارة الخارجية اليوم سلسلة لقاءات دبلوماسية استهلها الوزير جبران باسيل بلقاء السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين الذي أثار موضوع مؤتمر سوتشي. نعتقد أن الشيء الأساسي بهذا المؤتمر هذا الحوار بين السوريين. في نفس الوقت هناك دور المراقبة والتأييد للسوريين من قبل الأطراف المعنية الأساسية، وهي كما هو المعروف 5 دول دائمة العضوية وبعض دول وكل الدول المجاورة والأطراف المهمة في المنطقة. وفي الخارجية، السفير الفرنسي برونو فوشي الذي غادر دون الإدلاء بأي تصريح، وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن التي أثارت موضوع الانتخابات النيابية مع الوزير باسيل. وفي الخارجية، مدير عام الأونروا كلاوديو كوردوني الذي عرض لمسألة تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الأزمة التي تعيشها المنظمة، لاسيما لناحية تمويل، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود للبنان والدول الأخرى لإيجاد حل لهذه المعضلة، خصوصا في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية، ما يمكن الأونروا من متابعة مهمتها الإنسانية ومساعدة لبنان الذي يتحمل وزر اللاجئين الفلسطينيين. كتلة الوفاء للمقاومة طالبت الحكومة الالتزام بتعهداتها أمام المجلس النيابي بشأن الإصلاحات في موازنة 2018، كما أكدت على أهمية مواصلة القوى الأمنية التحقيقات لمعرفة كل الخيوط التي تتعلق بتفجير صيدا، وعلى ضرورة مواصلة التحركات لرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، داعيا الدولة إلى القيام بواجبها في هذا المجال. تطلب الكتلة من الحكومة اللبنانية الالتزام بتعهداتها أمام المجلس النيابي بشأن الإصلاحات التي ينبغي أن تتضمنها الموازنة العامة للعام 2018، خاصة لمجهة مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة قوننة الهدر، وتشدد على أهمية الإسراع في إرسال هذه الموازنة إلى المجلس النيابي لدراستها وإقرارها. أول إعلان لترشح المرأة إلى الانتخابات النيابية المقبلة صدر من البقاع، حيث أعلنت السيدة مها معلوف قاصوف ترشحها عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة زحلي، موضحة أنه قبل أن تظهر التحالفات يجب أن تعلن الترشيحات، وها أنا أتقدم إلى الشعب بترشح إيمانا مني بوجوب التغيير الإيجابي ومن ثوابت إيماني بلبنان السيد وذي القرار الحر. إيمانا مني بضرورة العمل لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا يتناسب مع تطلعات الناخبين وإحقاقا لتطلعاتنا المشتركة، نتيجة لتفكير ممنهج وانطلاقا من معايير واضحة وجهوزية لتحمل تبعة الخيار، اتخذت قراري بالترشح إلى الانتخابات النيابية التي ستجري في 2018، وذلك عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة زحل.
تم في غرفة التجارة في طرابلس وفي حضور توني سليمان فرنجي مفدى من رئيس سيار المردة توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة وجمعية وورك سمارت أسوسيشن من أجل رفع مستوى الإنتاجية في المنطقة، وذلك في لفتة من فرنجي للمساعدة في إطار مبادرة طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان بحسب رئيس الغرفة توفيق دبوسي. توني فرنجي من جهته نوه بعمل غرفة طرابلس وسائر القطاعات الشمالية مثل الكرة والمناطق، مشيرا إلى الفشل ليس التقني فحسب بل السياسي، خصوصا ما يتعلق بقطاع الكهرباء، لأن السياسة هي المسؤولة عن التراكمات في مثل هذه القطاعات الحيوية، ودعا إلى إعادة العمل بسكة الحديد. بكلف نهار واحد عجز بقطاع الكهرباء إذا مش أقل، كل يوم نحن بنتأخر بقطاع الكهرباء وكل يوم عم ندفعه عجز على قطاع الكهرباء، لأنه نحن إذا بدك مش فشل تقني، فشل سياسي، لأنه السياسة هي المسؤولة عن الدين وعن التراكمات وعن عدم تأمين الكهرباء 24 ساعة بالنهار للمواطن اللبناني بأحسن تكلفة، لأنه الحلول التقنية موجودة بالمئات، اللي كان للكهرباء، اللي كان للبنى التحتية، اللي كان للمواصلات وللنقل العام، اللي كان لقطاع الاتصالات، اللي كان لقطاع الزبالة، الحلول التقنية موجودة قدامنا مثل ما بيقولوا مليانة، كيف ما برمته بيطلع بإيدك حل تقني. في ساحة النجم كنعان يسأل عن عدم إقرار الموازنة حتى اليوم، وتور ساركيسيان يسأل عن تغييب دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومصرف لبنان. من مجلس النواب أكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن اللجنة استغربت عدم إحالة موضوع الموازنة للعام 2018 مع الإصلاحات إلى المجلس النيابي، خصوصا أن جهودا بذلت في 2017 لتكون الموازنة في وقتها. استغربت لجنة المال بإجماع أعضاء اليوم عدم إحالة موازنة 2018 مع إصلاحاتها إلى المجلس النيابي. يعني هذا الأمر ما قادرين نفهمه كنواب، إنه من بعد كل الجهد يلي وضعناه كلجنة مال وكمجلس نيابي بال 2017 حتى نطلع موازنة بآخر السنة المالية بعد كل التأخير اللي صار وكل التعهدات اللي انعطت من الحكومة والمجلس النيابي مجتمعاً، أنه هذه الموازنة ستكون تأسيسية لموازنة جديدة بتضم إصلاحات على مستوى ضبط الهدر. خلينا نحكي بصراحة، الهدر اللي عم بيأثر على عجز وعلى الدين العام وصل لمستويات ما لنا قادرين نحملها بقى. بدوره النائب سيرج تور ساركيسيان سأل عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المال ومصرف لبنان ولماذا تم تخطيهم، كما سأل عن موضوع معالجة النفايات. مؤسسة ماكنزي اللي هي مجلس الوزراء كلفها أنه تراجع وتشوف هيك يكون عندها رؤية بموضوع الاقتصاد اللبناني وكيفية تفعيل الاقتصاد. طب بكل بساطة أنا الحكومة حرة هي أكيد، لكن بالنهاية في مجلس اقتصادي واجتماعي أنشئ مجددا فيها 71 شخص من الأشخاص الملمين بالوضع الاقتصادي، وتبيننا أنه تخطون. ومن ناحية تانية في لجنة مال كمان ملمة وبدها موازنة، وفي عنا وزارة المال، هدول كلهم عنا مصرف لبنان، هدول كلهم ناس مختصين بالأمور المالية والاقتصادية، تخطيناهم بس نعمل تقرير معين دون نتيجة. أنا كنت منتظر أنه يكون في تقرير معين حول موضوع النفايات بالبلد، الخطة المستقبلية للنفايات، كيفية المعالجة، تما نقع بأزمة أيضا. رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشيل موسى تحدث عن خطة عمل للتدعيم مشاركة المرأة في كل ما خص الأمن والسلام، داعيا إلى انضمام المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في المناقشات. في دار الفتوى وفد طرابلسي لتكريم المفتي دريان ووفد أوروبي للتعاون مع الإفتاء اللبناني لتعزيز لغة الحوار والسلام. وفد مشترك من غرفة التجارة والصناعة في طرابلس وجمعية تجار طرابلس برئاسة عامر صافي وجه دعوة إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لتكريمه في غرفة تجار طرابلس والشمال بتكليف من رئيس الغرفة توفيق دبوسي. صافي أكد دعمه وتأييده لمواقف المفتي دريان الوطنية والإسلامية. دريان التقى وفدا من دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وتم البحث في آلية التعاون بين دار الفتوى والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والحوار بين الأديان، وأهمية التعاون القائم بين دار الفتوى ومؤسسة بيرغهوف في لبنان بدعم من الاتحاد الأوروبي. للمرة الأولى ممرضات سيشاركنا في أعمال الإسعاف وفوج بيروت للإطفاء أضواء في تقرير ريمان ضو.
برافو 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 برافو. من الساعة 8 صباح كل يوم وعلى مدى شهرين تخضع 25 فتاة لتدريبات رياضية يومية لتأهيلهن للمشاركة وللمرة الأولى في عمليات الإطفاء والإنقاذ التي ينفذها فوج إطفاء بيروت. هن في الأصل ممرضات وحاملات إجازات، قررنا خوض هذه التجربة رغم الأخطار التي تحيط بهذه المهنة، والهدف المساعدة قدر الإمكان وتقديم الإسعافات الأولية لأي مريض قبل وصوله إلى المستشفى. كنا نحس بالفخر انه عم نخدم هالمجموعة الصغيرة من العالم، هلا صار عندنا فرصة انه نخدم كل الشعب اللبناني لنساعد اكبر عدد من العالم ممكن اللي عم يصير معهم اصابات. بدنا نعطي بلدنا مثل ما هو عم بيعطينا، ومش بس حكر على الشباب، كمان البنت بتقدر تقوم بكافة الاعمال اذا قامت بكافة التدريبات. سادي فرصة حلوة انه حنلبس بدلة، حنقدر نخدم الشعب اللبناني شوي، انه نظهر من المستشفى. حبينا نتطور شوي ونصير نشمل العالم كله، كل واحد مصاب بشيء او بحاجه لمساعدة. سبور كل نهار عنا، هي هيدا الشيء عم بيقوينا جسديا ونفسيا اكثر تنقدر نصير نكون مستعدين للخطورة. الفكرة بدأت من حاجة العنصر النسائي في الكثير من عمليات الانقاذ، ويؤكد قائد فوج اطفاء بيروت المقدم محمد الحلبي ان المسعفات تخضعن للتمارين حتى يصبحن جاهزات على كل انواع المهمات التي قد تعترضهن. كان يجي ايام بنات ما يقبلوا ينكشفوا عنا على الشباب، لأهن يا اهلهم، وحتى الشباب اللي كانوا عنا كانوا يلاقوا صعوبه بهالموضوع. هاي اول شغله. ثاني شغله كمان توجه دوله الرئيس اللي هو اشراك العنصر النسائي بالموضوع كمان شجعني. وثالث شغله كمان من سفارتي على فرنسا شفت بفوج الاطفاء العنصر النسائي قديش فعال. إذن الخطوة هي ضمن تعزيز قدرات فوج إطفاء بيروت ليصبح قادرا على مواجهة كل أنواع الأخطار، وبالطبع تعزيز العنصر النسائي. طبعا المهام اللي بيقوم فيها الفوج يحتاج أحيانا إلى وجود سيدات أو إناث فيه، وإضافة إلى أنه نحن ساعتها بنستفيد من الميزات اللي بتتمتع فيها السيدة أو البنت بمهام اللي بتقدر تقوم فيها يلي الشاب ما بيقدر يقوم فيها. وإن شاء الله هالتجربة رح نعممها على كل الأجهزة اللي تابعة للمدينة بما فيها فوج الحرس أو الشرطة أو الأجهزة الإدارية اللي فيها سيدات. بعد شهرين من الآن الفتيات سيصبحن جاهزات للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإسعاف لفوج إطفاء بيروت، تجربة جديدة سيعيشها أبناء العاصمة بإطفاء لمسة أنثوية في وقت الخطر والشدائد. لقاء الجمهورية شدد خلال اجتماعه الدوري إلى ضرورة التعاطي بمسؤولية مع ملف النفايات وملفات الهدر، داعيا إلى محاسبة من جعل لبنان ميجا مطمر وكل مرتكب وكل فريق أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، محذرا من خطورة الاستخفاف في التعاطي مع ثروات لبنان حتى لا يصبح ملف النفط كملف النفايات وسواه من المشكلات والملفات الحياتية والتنموية. أوقفت مديرية المخابرات في الجيش في محلة برج البراجني المدعوين حسين حي وربيع ميم بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وبحسب مديرية التوجيه فقد ضبطت الوحدة بحوزتهما مسدسا حربيا وكمية من المواد المخدرة والكوكايين والسيلفيا وحشيشة الكيف والحبوب المخدرة. أخبار محلية في التقرير الآتي. قائد الجيش العماد جوزيف عون التقى سفيرة الفلبين برناديتا كاتالا وتناول البحث الأوضاع في لبنان، كما استقبل وفدا من بلدية أحرار عكار برئاسة الدكتور محمد توفيق هزيم وجرى التداول في شؤون مختلفة. نظم المركز الكاثوليكي للإعلام ندوة لإصدار الجزء الثاني من كتاب الفرنسيسكان والموارنة للأب حليم نجيم بحضور فعاليات ثقافية تربوية ودينية. في البريستول في بيروت ندوة سياسية حوارية بعنوان القدس 2017 تحديات التهويد وتناولت طرق جبه قرار ترامب وأشكال التفاعل والمواجهة، نظمتها مؤسسة القدس الدولية في فندق البريستول، وتخلل الندوة إطلاق خلاصات التقرير السنوي حيال القدس. أمين اتحاد الروابط مع بشور تحدث بإسهاب عن المواضيع والوقائع والمحطات التاريخية ذات الصلة. أخبار من العالم مع داني حاج. قارن المخرج اللبناني زياد دويري مخرج فيلم قضية رقم 23 الذي تأهل للقائمة النهائية للحصول على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بإحراز ميدالية في بطولة الألعاب الأولمبية. فهذا الفيلم الذي أثار جدلا في لبنان وهو أحد خمسة أفلام تأهلت للحصول على جائزة أوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية في عام 2018،
ولمح المخرج اللبناني إلى أن فيلمه لا يستهدف المشاهد اللبناني ولا العربي فقط، لكنه يستهدف أي مشاهد بغض النظر عن جنسيته. وستعلن أسماء الأفلام الفائزة في أوسكار 2018 يوم الرابع من آذار المقبل. أفادت تقارير بريطانية بأن نجم البوب إلتون جون قرر الكف عن القيام بجولات غنائية بعدما ظل يفعل ذلك لقرابة 50 عاما. وأشارت المعلومات أن النجم البريطاني البالغ 70 عاما سيتوقف عن الجولات بعد قيامه بجولة عالمية ستبدأ في أيلول 2018 تحت اسم فارويل يلو بريك وول في الولايات المتحدة الأمريكية، وستستمر حتى عام 2021 حول العالم. وأعلن إلتون جون عن ذلك بعد قيامه بتأدية تايني دانسر وأم ستيل ستاندينج. كشفت شركة الدوما التقليدية اليابانية كيوغاتسو دوما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل احتفالات يوم الفتاة في البلاد المخصص لصحة الفتيات وسعادتهن. ويختار كيوغاتسو كل عام أبرز شخصيات في العالم، وقد اختار صانع الدوما قادة الدول الأوروبية على أمل أن يعملوا من أجل تحقيق السلام في العالم. وقد تم عرض السنة الماضية دوما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأخرى لهيلاري كلينتون عندما اعتقد أنه كان بوسعها الفوز في الانتخابات الرئاسية. ومع داني حرب أيضا إلى صفحته الرياضية. وصلت بعثة مسؤولي كوريا الشمالية ولاعبات الهوكي على الجليد بعدما اجتاحت الحدود الجنوبية للبدء بالتمارين الأولمبية بعدما طلبت بيونغ يانغ الكوريتين توحيد الدولتين في الألعاب الأولمبية الشتوية. وضمت البعثة 12 لاعبة هوكي على الجليد، وستنضم النساء إلى الجزء الجنوبي للمنافسة في الألعاب الشتوية الشهر المقبل. وسيلبس الطرفان اللباس الموحد، وستمشي النساء في حفل الافتتاح تحت العلم الموحد أيضا في 9 شباط. قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن قرار حظر مشاركة الفريق الروسي في الألعاب الأولمبية الشتوية كان متوازنا. وأضاف اللجنة الأولمبية الدولية منحت الرياضيين الشرفاء فرصة للمشاركة وتمنى أن يكونوا سفراء لنظام رياضي جديد نزيه في روسيا. كان البلجيكي تييري نيوفيل الأسرع في مرحلة شيك داون قرب مدينة جاب الفرنسية على بعد 200 كيلومتر خلف موناكو في افتتاح بطولة العالم للراليات التي انطلقت مع رالي مونتي كارلو. ويعتبر هذا الرالي من الأقدم في العالم إذ بدأ في عام 1911 وهو الأقدم في رزنمة الراليات العالمية. وحل في المرتبة الثانية الإسباني داني سوردو ثم أوت تاناك في المركز الثالث. أما بالنسبة إلى بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوشيه فحل سابعا، علما أن هذا الأخير يبحث مع بداية موسم 2018 عن لقبه السادس على التوالي. ختاما، جرى مساء اليوم سحب اليانصيب اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى 75 مليون ليرة الورقة التي تحمل الرقم 51260 بعد أن أعيد السحب. مبروك للرابحين. وختام النشرة جلال وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء. ونذكر بأن وزير التربية أعطى تعليماته إلى المدارس والمؤسسات التربوية بالإقفال بسبب العاصفة الثلجية في المناطق من 500 متر وما فوق.